ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ونشوف ايه قصه الكنافه وحكايه الكنافه. السنه دي بجد كتير قوي كتير قوي، حاجات اسماء كتير وحاجات كتير، بالشوكولاته بالمانجا بالفراوله. انت عامل لون حلو النهارده، ده صوص فراوله. حلو قوي. ضربنا الفراوله في الخلاط وصفناها عشان مش بحب البذر بتاعها، وحطيناها على النار تاخد غلوه كده، دمسناها يعني مع شويه سكر شويه فانيليا، وبقت معانا باللون الحلو ده كده. وهنزين بيها طبعا كاسات الفراوله. نشوف مقادير كاسات الفراوله او كاسات الكنافه بالفراوله على الشاشه. الاستاذه آدي بقى هتبدع في الترتيب والتحضير اهو. موضوع بسيط يعني، كل حاجه عندك. ده مش نص ساعه، دي 10 دقايق. قول لي الترتيب. خلي بالك بيقولوا لي في الطيب تقريبا 6 دقايق يعني مش نص. طب الترتيب دلوقتي هنحط ايه الاول؟ براحتك انت، تقدر تحطي كنافه وبعدين الكريمه بتاعتنا البيضه وعليها وبعدين شويه صوص فراوله. والفراوله هتتزين فوق. الفراوله ممكن نحطها في النص طبقات كده. اوكي، بسكينه صغيره نقطعها كده زي انت حابه. دايما طبق الحلويات لما بيتقدم وطبق السلطه برهان لست البيت في المطبخ، هي بقى بتحب المطبخ فبتعتني بالتقديم والطريقه نفسها. انت معايا في قصه ان البرزنتيشن ده مهم قوي قوي. يعني الالوان انا لسه كنت بشوف الالوان بتاعه الشيش طاووق، الالوان يعني الالوان دي بتخلي الاكل تحفه. عشان كده بقى السلطات لازم تكون يعني في الوان كتير. انا احب قوي اعمل سلطات مختلفه. حلو. سواء بقى كان يعني مثلا حتى لو يعني مثلا بطاطس اللي هي بتبقى متبله دي برضو يتحط عليها حاجه لون، ممكن الفلفل الهالوبينو الصغير ده، الفلفل الاحمر في التقديم. وشكل بقى كل حاجه يعني شكل الاطباق، طريقه الغرف نفسها مهمه جدا. بتاعه يعني تحط حتى يعني ورد، يتحط حاجه بيخلي كده النفس على السفره الموضوع بيكون مختلف. حتى لو الاكله فقيره في الماتيريال بتاعها حتى بالتقديم لو بتبقى حلوه. اوكي. حتى لو يعني الامكانيات مش كبيره. عايز اقول لحضرتك انه اي حاجه بتتحط حتى لو يعني مش لازم تبقى اكل كتير او غالي. بمجرد ما بتتقدم بطريقه حلوه، ما بيقولوا العين بتاكل قبل والاطفال كمان لو على السفره بنشجعهم انهم يحبوا الحاجات ديت. وبمناسبه الاطفال والاولاد، ولاد حضرتك لما تخش المطبخ لو اكلوا كل يوم من ايدك الاكله دي مش بيملوا منها؟ المكرونات انا بنوع يعني بنوع شويه في المكرونات. المكرونات كلها بيحبوها جدا، المختلفه يعني وايت صوص او ريد صوص او كده. وساعات بقى بيبقى البينك صوص. البينك صوص ده اللي هو بيبقى ميكس بين الوايت صوص والريد صوص. دي بتبقى حلوه قوي مع الكاليماري الجمبري. بتبقى حلوه ساعات مع الفراخ. برده بتبقى لطيفه جدا الميكس بين الاطعم المختلفه. لا، الاولاد بيحبوا الاكل التقليدي مثلا الباميه والملوخيه لا والمحاشي. مش بيحبوا قوي الاكل التقليدي. انا عامل زيك بالظبط. طيب ايه رايك؟ جميل. حط شويه فراوله كده ونوزع الفراوله. الكنافه دي بقى حضرناها ازاي يا شيف؟ الكنافه دي بتتجاب الكنافه العاديه خالص. اوكي. وبعدين نحطها في الديب فريزر تتجمد. وبعدين نفركها بايدينا. ماشي. وبعدين تتحمر زي الشعريه بالظبط. زي الشعريه. زي الشعريه. بتاخد بقى كميه او انك تدخلها الفرن. تاخد سمنه كتير يعني بتبقى شويه سمنه قليلين كده، تشرب السمنه بتاعتها دي وتتحمر. وعايزاها تتحمر معاكي بسرعه احط لها شويه سكر باودر بس. سكر باودر؟ سكر باودر في التحمير. تطلع معاكي على طول. هي السكر دي على بيكرمل فكرة ممكن تكون من الحاجات اللي مش هتاخد يعني مش هتاخد سكر كتير يعني. انا الفراوله برضو من الحاجات الحلوه قوي. شفت بقى الكاس كده اهوت. دي فراوله اهي. تاني كنافه. هنحط صوص. هنحط صوص. نحط شويه فراوله وصوص فراوله على الفراوله. ونقول اهوت اهوت. احنا بقى ممكن عملت شكل مختلف ممكن عن الشكل. عادي، ما هو دي بتاعتك. هننوع في الشكل اجمل. الشكل مختلف شويه. يعني انت صوص الفراوله لو انت مش عايزه تحط شربات. الشربات بتاع ال احنا محتاجين حاجه بس للصوص. اهي بنفس المعلقه مفيش مشكله. شفت بقى؟ هو شكل تقوم الكنافه تشرب. وممكن كنا حطينا صوص كمان في ال عندك بقى شويه فستق حلبي كده. اللي هو الفستق مجروش او عين جمل او كده. او عين جمل. ادي كاسه اهي نخليها هنا كده اهي. اوبا زي الفل. بنحط شويه فستق عليها. موضوع المكسرات ده اختياري.
البعض بيحب، بس هو مع الحلويات لازم يعني وبالذات في رمضان. يعني انا شايفه فكره رمضان لازم يبقى الاكل مختلف بالمكسرات وبالحاجات كمان اللي هي المشمشيه والقراصيه يعني والقراصيه لما بيدخلوا كمان في الاكل بيبقى حلو قوي. بس هي الحاجات دي تستخدم يعني شويه عشان هي بقت مكلفه ف يعني كل الناس يعني واحنا لو بصينا لكل حاجه بقى مكلفه لا عشان بس الناس بتتابعنا يعني ممكن نستخدمها أنا معاكي. أو ممكن لا بص انت لاحظت عملت حاجه انا طلعت شويه بسيطه بالظبط لكن هم حابه برزنتيشن بس لو على فكره هو اللون تاني الاخضر مع الاحمر هو لو زاد عن كده مش هيبقى طعمه حلو. ما في حاجات انت الصنوبر مثلا سعره غالي بس ممكن نستغنى عنه لكن باللوز. لكن الكاجو والفستق والحاجات دي ممكن كلها يعني ممكن فول سوداني لطيف وجميل بيغنى عن الصنوبر. في ناس كتير قوي بتحب القطايف بتاعت الجلاش. في ناس كتير بتحب القطايف بالفول السوداني مش بالمكسرات. هات الفول السوداني ده يعني طريقه وصفه هي للقطايف هتجيب زي الفل. هات القطايف مثلا اللي هي العصافير الصغيره وجيب الفول السوداني اجرشيه عادي يبقى مجروش يعني حط عليه شويه شربات شويه ميه زهر وقلبيهم مع بعض شربات اللي هو شربات بتاع كنافه على الفول السوداني وتقلبيهم وتجيب القطايف العصافيري تحشيها بالحشوه دي وتقليها في الزيت هتاكل صوابع كرات تحفه. بس الفول السوداني يتنقع في ميه مغليه عشان يبقى طري عشان ما يكسرش سناننا واحنا انت بقى بتفضل الحاجات المبتكره القطايف بالنوتيلا والحاجات دي بالنوتيلا وبالشوكولاتة ولا بتحب الحاجات التقليديه؟ لا دي ده مهمه جدا على فكره يعني الحاجات ديت الاولاد كمان بيحبوها عشان مختلفه